أهلا يا أحمد. أولا تحياتي ونقول مبروك لحضرتك. الله يخليك، كم شكر يا أحمد. إزاي حضرتك الأول؟ لا كويس الحمد لله، الحمد لله ألف شكر. حضرتك كنت متفائل بالبراءة؟ والله أنا شعرت إن ما عملتش حاجة. نعم. خالص. خالص. قاعد مستني يطلع إيه، هيألفولنا إيه. وطلع البراءة. نعم. فحضرتك لم ترتكب جريمة، حضرتك لم تعطي تعليمات ولا شيء. أنا لم أرتكب شيء إطلاقا. لم أرتكب شيء. نعم. إنما بقى القضاء. نعم. وحضرتك لم بالنسبة لحضرتك الحكم الأول لم يؤثر في حضرتك ولا حتى الحكم النهاردة، كنت حضرتك منتظر البراءة ومنتظر العدالة. الحكم الأول أنا سمعت فتحك. قلت الحكم الثاني كنت انا منتظر يا كده يا كده، وما كانش هتفرق معايا كده ولا كده. يعني مش هتفرق مع حضرتك ازاي يعني حضرتك سيادة الرئيس، وانا بكلم حضرتك النهارده وبعد ظهور براءة حضرتك، انه ما حدث في 25 يناير حضرتك شفته ازاي وحضرتك كنت رئيسا لمصر في ذلك الوقت؟ والله بقى ايه شفته ازاي بتاع 25 يناير، عينك ما تشوف الا النور، ما اقدرش اكلم عنه بالتليفون. لا يعني حضرتك شفت انه في ترتيبات داخليه وخارجيه؟ انا شفت احداث كده، كنت بتستغرب عليه. بتستغرب عليه، وخصوصا مع العشر سنين الاخيرين بيقولوا كانوا صعب. العشر سنين الاخيرين ظهر فيها نتاج ال 20 سنه اللي قبليها. من تليفونات لي قلبوا علينا. ايه اللي بتحكمين؟ مين اللي قلبوا يا فندم؟ الامريكان ولا غير الامريكان يا فندم؟ نعم؟ الامريكان ولا غيرهم؟ الامريكان ولا غيرهم؟ اه والله يا شوف انا ما اقدرش اقول لك امريكان او حاجه، ما اقدرش اخش على حاجه.